أن التقوى هي أن تجعل وقاية، تقوى من الوقاية بينك وبين غضب الله، وقاية بينك وبين عذاب النار، وقاية بينك وبين الوقوع في المعصية التي يتسبب عنها الغضب وتتسبب عنها النار. إذن لابد من تحقيق هذا الهدف الذي نصل من خلاله إلى وجود هذه الغاية من عبادة الصيام. يقولون إن الصائم عندما يمتنع عن الطعام والشراب والمفطرات يشعر بجوع الفقير وحرمان المحتاج فيعطف عليه، ما بالنا لو كان الأمر كذلك، يصوم الفقير، ما بالنا لو كان الأمر كذلك فقط، ما كان إلا مجرد امتناع عن مفطرات. لا، الصوم يكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، يمنع هوى النفس الذي يضل صاحبه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر الشباب بالزواج قال لهم أن ما معنى الذي لا يستطيع يصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة الصحية أو المالية أو النفقة، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، إنه له وجاء، وقاية يقيه من الوقوع في الخطأ، يقيه من معصية الله. هل لمجرد أن يمتنع الإنسان عن المفطرات تكون الوقاية، أم أن هناك شيئا معنويا وروحيا له دخل في صرف الإنسان عن هوى النفس الأمارة بالسوء والالتجاء إلى من نصوم له؟